هل هذه إذا كانت هذه النازلة كان نزولها نزولا عاما، هل يختلف حكمها فيما إذا كان نزولها نزولا خاصا؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه قال: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفدية ولا كفارة عند لبس السراويل، وكذلك لم يأمر بفدية ولا كفارة عند لبس الخفين، عند لبس الخفين. وذلك لأن ستر العورة أمر واجب وحاجة ضرورية عامة. فقد يقال والله أعلم أنه إذا كانت هذه النازلة كنازلة عامة، نازلة عامة، أن يقال حكمها على هذا الوجه، وأنه في هذه الحال يجوز له يترخص ولا يلزمه الفدية، ولا يلزمه الفدية لعمومها، لعموم نزولها.